يا عم وائل، انت جايبنا في الراديو؟ يعني الناس هتشوفنا ولا مش هتشوفنا ولا تسمعنا ولا ايه الدنيا؟ الناس شايفانا دلوقتي يا علي وزي الفل. اتاخرت ليه؟ يعني اقول للناس خلاص كده في المايك ده، المايك ده شغال ولا ايه؟ جرب كده يا علي. وي 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 وي. وبتقلد ده انت في المسرح، مسرح حد حلو جدا. توتا حرام عليك يا اخي، افتحوا دلوقتي راديو الفراتي هتسمعوني انا والاستاذ وائل الفل. ايه كده؟ ايه الطعمه والحلاوه دي؟ اقسم بالله.